السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي الاعزاء نمر الى الجانب التطبيقي من الاسناد الجغرافي كتذكير ما فعلناه في الشق الاول من الحصه الاول قمنا بوضع تقديم ما سنراه في هذه الدوره التعليميه والتدريبيه وكذا الاجزاء التي سنتطرق اليها نظم المعلومات الجغرافية حيث اسقطنا الضوء على تعريف لكل من نظم المعلومات الجغرافية وكذا الإسناد الجغرافي وفي هذا الجزء سنقوم بتطبيق على الأركيماب للإسناد الجغرافي على بركة الله أول نقوم بإنشاء ملف خاص في مكتب للحاسوب فهذا الملف سنقوم بوضع فيه كل الملفات والنتائج المحصلة عليها لكل المراحل التي ستأتي من بعد أثناء العمل على ماب وهذا التنظيم يشكل نسبة كبيرة من نجاح وتنظيم العمل على مستوى ربح الوقت وكذا تسهيل استعمال مشروعك من طرف شخص آخر ولهذا أركز على هذه النقطة في تطبيقنا سنشتغل على الخريطة الطبوغرافية لمنطقة خميس الزمامرة هيا فنبدأ